بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم من العناوين الطيبة والسامية والشريفة هي عنوان التشيع. لربما البعض لا يعرف ما هي مواصفات الشيعي، ولربما البعض يقول ويسأل: شيخنا، احنا الآن في أجواء، في عالم، في وضع غير الوضع، كيف نصل إلى عنوان التشيع؟ ومن هو الشيعي الحقيقي الذي ينتمي إلى مدرسة أهل البيت؟ في الواقع أحبتي، كنا نحتاج إلى هذه القضية. أهل البيت عليهم السلام كأنه يجعلون وصف التشيع والشيعي على أعلى قمة، أو قل وعبر، على أعلى سلم، وفي ذلك السلم درجات. فهل وقت هذا نحاول أن نسلط الضوء على هذه الدرجات لكي نرى من الذي وصل إلى العنوان ومن الذي هو بعيد عن هذا العنوان؟ باعتبار أنا حسيني، باعتبار أنا أحمل رسالة الحسين، أحمل منهج الحسين، فلا بد لي أن أقف على مواصفات من ينتمي إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يدخل جابر رضوان الله عليه على الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام سأل جابر، قال له: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ ما جاوب جابر. الإمام أجاب، قال له: فما شيعتنا؟ خلنا نتأمل أخواني، خلنا نشوف إحنا وين من هذه المواصفات، وش قد من عدها ينطبق علينا، وش قد بعد ما منطبق حتى نسعى للوصول إليه. قال له: فما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. ركز، إلا من اتقى الله وأطاعه. طيب شلون نعرفهم يا ابن رسول الله؟ قال له: وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع. الإنسان اللي ينتمي لأهل البيت، وبالمناسبة هاي نلقاها في زيارة الأربعين، لأن تلقى الغني، الفقير، الوزير، البسيط، تلقاه يجي يخدم الناس ويقدم الخدمة للناس ويتشرف بخدمته للناس. يجوز أبسط الأمور، أبسط الخدمة يقدمها وهو يتشرف، يحسها فرد مقام، يحسها فرد رتبة. فهذه مواصفات الإنسان الموالي. يقول له: إلا بالتواضع والتخشع، خاشع لله، وكثرة ذكر الله. وهي قضية مهمة، خاصة وقت اللي نتوجه لزيارة الحسين سلام الله عليه، نعود لساننا على ذكر الله تعالى وكثرة ذكر الله والصلاة. الصلاة من أجلها الحسين، واحدة من الأهداف اللي استشهد من أجلها الحسين هي الحفاظ على الصلاة. الصلاة والصيام والبر بالوالدين، وكانوا أمناء عشائرهم. بعدين الإمام ينطي قاعدة بأبي هو وأمي، أي خلينا كنا نحتفظ بيها، فقاعدة كلية بدينا نخليها. قال: لمن كان لله طائعا فهو لنا ولي، ومن كان لله مبغضا فهو لنا عدو. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بحبل مودة محمد وآل محمد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.